السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف أداة موجودة في النافسورك اسمها سيلكشن انسبكتور. يعني بيبقى عندك بعض العناصر بتعملها سيلكشن وعايز تاخد بعض المعلومات عنها، وليكن مثلا أنا عايز أعرف معلومة عن العناصر ديت وأصدرها على الإكسل لأحد الشركات، مثلا هطلب منهم حاجة معينة فهقول له سيلكشن انسبكتور، بيجيلي بالشكل دوت. تقدر من هنا تقول له انا عايز اشوف العنصر ده موجود فين، اي عنصر من العناصر، يبدا يعمل لك زوم عليه بالشكل ده. طيب العناصر دي ينفع اغيرها، اللي هي الايتم نيم والايتم لاير والايتم تايب، تمام. ممكن اجي هنا كويك بروبرتي ديفينيشن، تمام، هلاقي حاجه بالشكل دوت، اقدر اعمل سيلكت عليها فيهم الغيها، تلاقي اتلغت هنا على طول. وممكن اجي هنا اقول له اد الايتم تايب. طيب ممكن نضيف واحدة ثانية مثلا، يبقى أنا عندي الأيتم نيم، وأخلي التانية مثلا اللاير مثلا، وأخلي دي مثلا أي خاصية مثلا زي التايب، تمام. تقدر تعدل فيهم زي ما أنت عايز، تشوفهم بالشكل دوت، تشوفهم بالشكل دوت، أقول له أوكي. ولو في أي حاجة فيهم مش عايز أعملها سيلكت، هروح دايس هنا بالشكل ده. طيب بعد كده اقدر اصدرها اكسبورت للاكسل على هيئة سي اس في، اسميها مثلا 13 13، تمام، واقول له سيف. كده اتصدرت، هتقدر تيجي في اي لحظة وتفتحها على الاكسل. طيب لو انا عايز استورد اي معلومة من الاكسل، باجي على داتا تولز واختار النيو، واقول له مثلا اختار هنا بقى الداتا درايف بتاعي، سواء انت عايز اكسل او عايز سيكول سيرفر او، ويبدا ياخد هو المعلومات من المصدر بتاع الداتا ويبدا يظهر لي. يقدر يعمل ابديتد للمعلومات.